بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشك برادر ازدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يب أنا هي خدي أم جهشتن إيه ببش كركنا خلاتك دي جبرنامي ما دماهيك جهاني أن علامتي قيامتي ام جرادی سر هندک علامت راوستاین مبحث هندی کرد که پیغمبر خود صلوات خود سربن اش هندک علامت بحثی کری گویی هندک مروف دی هبن قیامت نار رابطن حتی هندک مروف دعوا پیغمبراتی نکن و نزیکی سهانن نص حدیثی ادی تری پیغمبری گویی صلوات خود سربن بیست و هفتن چارش وانا جنکن و ما هندک علامتی تری بحث جکرن که اوجی او علامت او نیتهاتین و دي يعني واختوان يتشوي ام بردوامي هر سروان علامتا قيامت بجني علامتا بشيك واف علامتا يتهاتين علامتا كي دي تريش علامتا قيامتا بجتن ظهور رجال ظلمة يضربون الناس دي هندك مروف هندك ظلام رابن ظالمن ظلمك قالك ما ظنتكن ودي عالمي دي قطن تأذي يعني تعذيب وأذيات دي دمر خلكي طبعا دي بوشي خلكي قطن بوشي خلق جو خنادتي بوشي خلق جو خنادتي وكي بيغمبرا وكي مروفة صالح يتباش أف مروفة عند قانون ونظام فان خلكي بخدين ايفان مروفة وعالمي بخاب ريفت بن عالمي بخاب ريفت بن فيت خلق بوانا شول بكت خلق يعني مال خبدتي خلق كرامتا خوا ناميسا خوا هر تشتكي هابت لازم منعو خا يعني منعو نكن جبا عالم جي جو خنادتي بران برسين جوان دي رابطن واف مروفا بيشتن دي تعذيب وازيات دن برخلكي هند ظلام دي عالم قطن ابدارا ش علامة قيامتي ابايا بيغمبري قوتي الصلافة قوتي السربن طبعا بيغمبري تشبيه كري قوتي دارتوان وكي كوريا تشيلان يعني كا يعني كوريا تشيلي ستيراتياوي درجه هیاوی کچند ده چوانه مشت علامت توانا یتوی داری او کپا عالمت قطن پیغمبری حتی اوجیا یعنی بما دیار کری بشتن که اذناب البقر طبعا اف نوعیت چیوا افید که عالم پیت قطن وان دارا گل نوع ان ایک شوانا شکبلت حیواناتا شد کرن بری ویگاوی یت کهربایی درکتین بجن عصل کهربایی یعنی دب کهربی دی کهرب کن یادی تری یت هین مطاطی وکی كيفلا وافتشتت يعني لاستيكي وافت جلكت يتكو خبير رات وستنسر كاتشوا دي افا ازيتي ونخوشي كهنتي يا دي تري اش دارا مثلا دارة شقت دارا دي شيكن ودي عالم بي قطن افا همي اف انواع تكفن بن يعني حديثة بيغمبري صلاة خد السربن وش بليفانا يعني اف آلتي كو عالم بي قطن اف ظلامة ظالم اف حكمة ظالم افت كو عالم بي قطن حديث ما أبي أمامة بيشت خد جرازي بتن بيشتن بيغمبري خد صلافة خد السربن أف أخفتنا قد قلت يكون آخر الزمان رجال دمائيك زماني معناوي أفا أكر أفتش دركة أفا علامة تشنا علامة أخرتنا علامة قيامتنا كو دنيا دي خراب بتن قلت هندك ظلام رجال معهم صياط كأذناب البقر قلت هند ظلام هند دارد في اف دارا وكي كريت شيلان يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه رواه احمد يغدون غدو افيا بشتن اف مروفا سبيدهيا ايفاريا سبيدجي غزبا خدي ونفيانا خدي وكربت رب العالمين يسروانا والاخرتج يغدون في غضب الله يعني افا وصفة بيغمبرين الصلاة تخذ السربن دي دمائيكا زماني هند ظلام هبن هند دار الدستي دا وكي كوريا چيلانن دي عالم بي قطن سبيدو إيفاريا أفيد غزب رب العالمين دا يغدون غدو سبيدهية في سخط الله كربت رب العالمين جيفت بن ويروحون في غضبه وإيفاري جي وقت الزفر رنجارة كدي مالت خوا يعني بروجه همية غزب رب العالمين يالسرفان نوع مروفا حديث هذه بيغمبر بالصلاة خد السر بنساش علامة قيامته بشتى صنفان من أمتي لم أرهما قط دو صنف
دو تخمت مروفا اش امتا من نديتنا اش امتا منن ابدا من اومرو في نديتنا يا ايكد بشتن قوم قوم الفيري يعني ظلام قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس قلت هندك مروفن هندك ظلام هندك دار الدستيدا بفان دارا عالمي بيت قطن أفا بيغمبر بالصلافة قد السربن يعني دو صنفش أمتا من نادي تنائك شونا أفي بحسي جيت كتن حديثة سيبو ما هيش لو تر ديارت كتن وأشكرات كتن بيغمبر بالصلافة قد السربن بحسي في صحابي كر أفي كو حديثة الرواية كري قلت إن طالت بك مدة قلت هكر وقتك يعني خذ عمر داتا وعمر تدريج بي أوشكت أن ترى قوما أن أوشكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته قلت هكر خذ عمر داتا بحسي في الصحابيت كتن بشتن نزيكا تدهن دمروفا بيني يغدون في سخط الله سبيدي يتغزبا خديدا وكربت رب العالمين دا ويروحون في لعنته وزفرين وان إيفاريا وانجي لعنة رب العالمين يلسروان مروفا بوش يا رسول الله بشتن لأن في أيديهم الدستت وانا دايتين فان ظلاما أفيدكو خدي إيفاري يعني سبيدي كربوكينا رب العالمين دا وإيفاري جيت زفرين اتغزبا رب العالمين دا بشتن أفانو هند دار الدستي دا مثل أذناب البقر وكي كوريت تشيلانن وطبعا أفدار أجبو تشتيا بو هندية بو قطانية دا مروفا بيب قطن مروف جي كينا ديوان بي قطن أول بزد قانون ونظام توانا بو خديناي بزد ديوان قانون ونظام الرات وستتن وقو خنادتي ودبشتي اللازمة هين قو قبدن ما وتعداي تعذيب دنبر خلكي علامتك ديش علامة قيامة أفيا بشتن كثرة الهرج دي قالك هرج زيدة بت بس يا رش بيغمبري هاتي كن يا رسول الله هرج شيا إن بيغمبري قو صلاة قد السرب هرج يعني كشتن قالك كشتن دم هيكا زماني دي اتكرني كشتن يعني علامتك دنيا خراب بني طبعا نفس صحبتي أفيد بيغمبري قوتي صلاة قد السرب مثلا عالم بين قطاني عالم بيت كشتني بوش رب العالمين دي دنيا خراب كي تشكو رب العالمين الدنيا بمروفة ديناي هكا مروف تي دهات رزيل كرني مروف تي دهات قطاني مروف تي دهات كشتني ومروف باش ويتشاك ويتصالح رب العالمين اف دنيا بباشا ديناي شنك دنيا دي خراب بتصر خرابة هندي باش تي دهات دنيا خراب نابد اذا ما دام مروف تي دهات تعذيب داني انسان تي دهات رزيل كرني وخذ انسان عزيز كري ولقد كرمنا بني ادم حتى غيري بصرمانجي يا عزيزة وكي يعني شرطنا بين بيغمبري دا صلاة خد السر بن غزوات شد بينو نبينا وانا ومشركة دا ومشركة عبادة الصنامات كير اويت كفر برب العالمين تكر اويت خشوت اشتنفت دانش حلالي وحرامي وافت هاتن دجمنا هي بيغمبري تكر كشتن الجل بيغمبري تكر بيغمبر صحابيتو تكشتن دستتوان جيفت كرن قهيتوان جيفت كرن زكي وانا تكلاشت بيغمبري صلاة خد السر بن والوانا نكر وقت اوتاتن كشتني وكي أوتاتن كشتني ممنوع بإك تمثيل بكافركي بكتن دستويجي فكت آن بيوي آن جاويوي آن جاويوي بيندري آن جاويوي فكتن ممنوع بيوي بكن أو كافرتكن جبرتي چنك رب العالمين إنساني بقدر قيمة إخستي أفا مستحق هندي يهات كشتني أو خده فجا بيك فتزانت أما تمثيل تبيبكي فبني آدم بني آدم زريتا آدم بيغمبرن صلافة خد السربن أف علماء إنسان يبقدره يبقيمته بلا نبص رمان جبتن بلا نبص رمان جبتن لازم بيت كفن كرني بيت فشارتني وكلا خيوي نوكي حيوانات السر سر يعني قيفك حيوانات بخوتن عن تمثيل بيت كرني أبدا إسلامتي في قبلناك بلا دجملة إسلامي وابكن أواناكن بيغمبر بالصلاة خد السربن إكديستش علامات قيامتي أبايا كثرة الهرج هرج دي زيدابت بس يارش بيغمبري هاتي كرني يا رسول الله هرج يا بيغمبري قلت الصلاة خد السر بن الهرج يعني القتل قلت كشتن بيغمبر حديثة بي الصلاة خد السر بن كشتن دي هند زيدة بد حتى اوه كشتن اتكتن نزانت بوشي في خلقيت كجت افا ايك و اوه هاتي كشتن اجي نزانت بيش بوشي بوشي افي اس كشتن مشكر بي نا اوه شريت كت زانت بوشي شريت كت نا اوه هاتي كشتن اجي بيش كامشكرة يعني هند كشتن يا زيدة بتن
حتى في درجة بشتى نظام بوشى أصوات ما كشتني وأبد شت شريجي بشتى نظام أز بوشى خلكت كوجم أف خلكا سرتشت شتى أز كوجم هند كشتن دي زيدا بدن بيغمبر حديث بيت صلاة خود سربن بشتى أبو هريرة بما حديث الروايات كتن بشتى والذي نفسي بيده أز بويكم يا نفسا مد دستيدا أبا أختنا بيغمبر يا صلاة خود سربن يعني سين دوت خطب خودي لا تذهب الدنيا أف دنيا خراب نابت بيش نابتن حتى يأتي يوم لا يدري القاتل فيما قتل حتى رجك بيت أذي كشتنت كتن بيشتن أنزم بوشي من أف مروبا كشت لا يدري القاتل فيما قتل بوشي كشتنكر ولا المقتول فيما قتل وأذي هاتي كشتني جي بوشي هات كشتني بوشي خلكي أو كشت يعني أفج في نزانت أفادي جي فقيل كيف يكون ذلك يا رسول الله دي شوا أفت شيبتن أفت تبجي إنا بيغمبري قوتي صلاة خد السربن قوتي أفيا يعني الهرج القاتل والمقتول في النار قوتي أفا ما دم تنزل تبوشي إكت كجي يعني معنوي أو قانين النظام هاتي دينان دني كهرة في الشر في مروفي بك أفا مستحقي كشتني اف مروفت چت کشتنت کت نزانت چت شت شت دست دن بس همات بشت تشول جنینه هر روی بکجا و جاتنینه بس امر من جه بکا افا مگوتا صحبت السرنینه افا دیجی بوشی اسات ما کشتنی خلاص امر هاتی دیتا کجن معنوی کشتنه هوسا هکر گلک زیده بی معنوی افا ایکش علامت ایت قیامتی کشتن گلک زیده بی ودست بيكاوي بشتي كشتنا يعني شهيد كرنا إمام عثماني خد الجرازي بتن وحرب بشتين جزيدا بين وحرب يعني بي سبب وشر دست بيكرن وحتى في قافي أف سلاح في قافي هاتي دين عندني وعالم بيت كوجدن أف سلاح في قافي دركتي طبعا ما هندا إحصائية هين سر كشتنا في قافي إحصائية يد كشتنا في قافي كاشنت عالم هاتا كشتني والدماهي كشريج دا جلك شوانا يبشمون بن بلا ما وناكر با معنوية شو قانين شو النظام نينا كو أف مروفا مستحقي كشتني بلا بيت كشتني وقانين جي لازم أوا كو خدي دينا بتن خدي مروفا الدين و أو حقيوية أو مروفا بكجتن أو مروفا بمرينتن شكوي حياتو جيانا داية نحقي كسي دي تريا بيت إيكي بكجتن حكرا نبه رخصة رب العالمين بتن أو كشتن جريمكا قلك مظنة وبيغمبر حديثت بس صلاة خد السربن بشت أزب ويكم يا نفسا مد دستي دا هكا أهل عرض عصمانا همية بشك داري تكشتنا إيك مروف دا بكن رب العالمين همية دي النيفا جهنم دي تسراوي مروفي أفا كشتن يعني علامتك جلك خطرة وبيغمبر بس صلاة خد السربن دوما هيكا دنياي عن آخر زماني كشتن دي جلس زيدا بد حتى بيغمبر حديثة كاديد بشت صلاة خد السربن بشت أوكسي هاري كاريا إيكي بكت بكشتنا مروفكي هاري كاريا بكت بس بو کشتنه هاری کاریب چه دشتی بکن؟ نسیل حکی ببکرد، پاراکی، هر راوی بکجا، خمامن، از پارادم تا، راتبکی دم تا، نه بس کرکی کلمه، اقتل، اقتلت عربی دا چار حرفن، الیف، قاف، تا، لام دوا بیشت بشطر کلمه، دوا بیشت بشت اق، آن بشت تل، اوان هر دو حرفا بیشتن، کلمه جی تمام نکتن، لقی الله یوم القیامه مکتوب بین عینیه آیس من رحمت الله ديئت رجع قيامته يلسر أن يوي نفسي أفمر بهيفيا مش الرحمة رب العالمين طبعا هكر بيغمبري خدي صلاة خدي سربن بالرحمة خدي نشد بحشتي بيغمبر عمل يخان ناشد بحشتي بجاب تبو يشد بيجي أبي كل سر أن يوي نفسي أفد دير الرحمة رب العالمين بت إحصائية يا كشتني دفي قرني دامي بحث جيكين بشك إحصائية حرب العالم يا إيكي 15 مليون حتى 20 مليون هاتن كشتني 15 مليون حتى 20 مليون حرب العالميه تشيبي نابينا يعني المانيا ودولتي ديتريدا افا 15 حتى 20 مليون حربات دي ديسا نفسي يعني شنوارت ديف حربات ديتريدا بين 55 مليون هاتن كشتني حربا فيتنام 6 مليون هاتن كشتني حربا روسي وحتى الشعيه الجيخا بتخاكر الشيا حصلت بدس خبينن حتى 19 مليون مروفا هاتن كشتني حربا أهلي يا أسبانيا 12 مليون هاتن كشتني حربا عراقي يا إيكي وكي شويت كويتي دا مليون مروفا هاتن يعني حربا إيكي
جل إيراني حتى مليون مرفهات كشتني حربات دوي دسا يا خليجي وقت عراق شوية الكويت إذا دسا نزيكي بترش مليون مرفهات كشتني أبا إحصائية ك حتى بحسي في قرنيت كتن بيشتن صادو بينش مليون مروف يتهاتن كشتني في قرنيدا أبا بيغمبر بالصلاة وتقد السربن كشتنا مروفا علامتي تشيا علامتي قيامتي علامتك يدش قيامتي أبايا قد بيشتن أمانات نمينتن الدلي خلقي دا معناوي مروفة أمين قلق كيم ببن أن نمينن أمانات شوى نمينتن دينانا مروفة كي درستي باش بكيرهاتي الجهة كي بكيرهاتي أبا معناوي ستينك فيستينة أمتي راوستت صلاح أمتي وخلقي وقندو باجيرا دي ملته صراوستتن وعبدت خدي دي كمن بن خشيادا وبشكتن دي كافتي ظلام بكيرهاتي دين الجهة بكيرهاتي دا هكر أمانت نما دي چلي ايتن طبعا أمانت أفايا كو ايك يه باوريه يه مظنه كي باوريه يه دي كي دينتن پشاهي كو خلقه دي كي دينتن شولت خلقه پريوه بتن مروفه كي بكيرهاتي مروفه كي شول پشه بن مروفه كي يه باش بت باش دي باشا دينت هكر اف باشا نمان مروفه خراب دي بن مظن و دي براهي كو خلقه بن و او دي رابن هندك مروفه بخوا دينن نبو خلقه بمصلحتا خواه ببرجوان ديا خواه بكيروي بيت بلا بكير خلقين ايتن بلا ظلم الخلقي بكتن بلا مال خلقي بخد بلا تعداي بخال خلقي بكت ما دام كيروي بيت افايا مهم افايا هكر امانت نما بخت وجدان اش دلت مروفة دركتن ميزان دي انقهوريني و دي دلت خلقي خراب بن و مروفة خراب دي سلطة يعني دا صلاة كفت الدستي دا و دي دستها في جنفة ظلمي و تعداي بخا الخلقي كن پیغمبری افایا گوتی صلاوت خود سربن پیغمبر بی صلاوت خود سربن حذیفه بما حدیث روایت کرد بشت ان الامانه نزلت في جذور قلوب الرجال رب العالمين امانت یکری دلیت خلقیده ظلامه ده تره دلاده ثم نزل القران فعلم من القران وعلم من السنه بشت انگی قران هات خوره هش عالم بخا یعنی پتر فایده مفاش قران ورگتوش سنت پیغمبر صلاوت خود سربن افا بحث اماناتی و هاتناوی چون اوی امانتی دی چواشتن پیغمبر بی صلاوت خود سرم نیسا حدیثا دی بشتی ینام الرجل النومتا مروف اگدی مر نفتن نفستن اکا عادی فتقبض الامانت من قلبه امانت دیج دلیوی در کفتن فیظل اثرها مثل النکتی شنوارد وی امانتی دی وکی نقطا کبن او نقطا جبری يعني نا نقطا کد دیارو یا ایم بس وکی رشاتی اکی مروزان توقتا کی نویسین اکی الویری بی شنوارت امانتي بتن ديمينن اتشتشتي دا ديمينن دلي خلقي دا ثم ينام النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل المجلة المجلي بشتن مروف دي نفتن واف امانتا ديش دلي في دركبتن شنوارت في امانتي دي وكي وقت انسان شولت كتن بجلش يعني دستي تيب شاكي زفرت بن بروف زانت ابا هنده هيركاكي يشوليا يبسر دستي ويكاتي بشت دي هنت مينتن يعني شواتو يعني هر وكي اكت زانتن وقت برا خدا دستي اكي بشت افا شنوارت شو لي دستي في دهاي دستي دويت زفر بين زفرين دستا يعني افايا تغمر دي صلاة خود السر بن هنت امانت دي وصا شنوارت دي وصا مين مروف دي يعني بزانت دي بشجارة كي اماناتا كل فيري بي بشتن كجمرين دحرشته على رجلك يعني بيغمبري الصحابية وصبو قد قوتي وكي بلاكي تسر بي تراشوي فنفطا طبعا وقت بلا سر بي راشوي دي هندا بقلش لشيبن فتراه منتبرا تدي بيني بلندا يعني بي بقلش ثم أخذ حصن فدحرجته بشت وليس فيه شيء وشتش تدي تردانينا بس يعني بلا تسر راشوي بشاكي يا بلن بي شتش تدانينا بشت عينا أمانات جي دي هولي ايتي شنوارت أماناتي دي مينن شو أمانات نامينتن و پیش اینگه بیش پیغمبری صلوات خود سرم ده صلوات برایک و سا گوریل که سر یعنی پیتخوا فیصبح الناس یتابعون لا یکاد احد یؤدی الامانت حتی یقال فی بنی فلان رجلا امینا یعنی پیغمبری صلوات خود سرم ده صلوات هنده خشبرک و سا بسر پیتخوار کرن گوتی اها عالم هو سا و کفان خشبرکا ده پلاتا بن و ده بدی فنده مروفا کبن یتابعون
دبن تابعه تندكا لا يكاد احد يؤدي الامانه خوات عالم بديفيد كابت ايك شوانا خيرتينينا امانه دليفيدانينا حتى يقال بجدل نفخلك ولئتن في بني فلان رجلا امينا بشت فلان يعني فلان عشيره ان فلان اجاخي ان فلان بابكي والله مروفكي امين النافذه يعني دي ولئت بتشتكي غريب يعني امانات دهت مينتن هنت كيم بتن حتى بجن فلان اجاخي فلان عشيرتي فلان جهي ظلامكي امين النافذه حتى يقال بجد عالم فيجي بجتن قبل براهي كوان تشن مروفت تشنينن دو عالم متحتوان كتن بجتن بجتن دي بجن ظلامكي ما اجلده چند مروفكي زيركا ويا قايمة ما اظرفه چند خين سفكا وچند شرينة ما اعقله چند بعاقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان ودليفي مروفي دا پیغمبر بالصلاة والخد السلام عالم بخاهد بجت چند مروفكي زيركا يب قواتا چند مروفكي شرينة چند مروفكي بعاقله بج بجتن تمت مثقال خردل لبا خردل ايمان الدليفي مروفي دانينة معناه يا پیغمبر وصفت كتن كخلقك وكي كريت بازي دل دي فندا مروفا چن اف مروفت هكا ببختن بوجدانن دين نينا ايمان نينا تشتك دلي دانينا وعالم متحتوانات كت بش چند مروفك بعاقلة چند تيگاشتيا چند خون شرينا وبخجي مروفك دجمن خودي وپیغمبرانا وعالم دي متحت مروفت وصاكت حديثة دي ابو هريرات بشتن بشتن ازل مجلسة پیغمبری بن صلاة خود السربن و پیغمبری بوما بحث يعني جل خلقت آخفت و تي ظلامك هدف پیغمبری صلاة خود السربن پیغمبریت آخفتن اوی ظلامي قوت يا رسول الله متى الساعة قيامت دي كنگ رابط يا پیغمبری خودي پیغمبری بو خلقت آخفت و اف ظلامهات ادناف جواته دا و قوت پیغمبری قيامت دي كنگ رابطن بشتن فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم پیغمبري صلاة خود السربن آخفتنا خواه قطعنا كر هما بردوامي داي و او صحبتا بري هنگي بو خلقيت كر پیغمبري بردوامي داي صحبتي يعني هر وكي يعني چو جواب السر في بسياري ندن بشتن فقال بعض القوم هندكا قوتي سمع ما قال فكره ما قال قوتي پیغمبري قولي بي صلاة خود السربن بس بوينا خواش بأف آخفتنا امزاني پیغمبری گلی بی بس اف اخفتنا ویم رو وی گوتی بوی نخوش بی هندکی دیش گوتی نه بل سمع بگوتی نه هندکی دی گوتی نه لم يسمع حتى اذا قضى حديثه هندکا گوتی نه پیغمبری گلی نبی صلافت خود السربن هندکاش گوتی نه خیر پیغمبری گلی بی بس پیغمبری نه ویا وی اخفتنه جواب اکل سر بدد بش پیغمبری صحبت آخا خلاص کر الجلوان مروفا و پشت هنگ پیغمبر زفری قال اين اراه السائل عن القيامة عن الساعة و تکاوی قوادی پسیار کری بحث قیامت کری کنگ دی قیامت رابطن اینا اوی مروفی گود پیغمبری ها انا یا رسول الله یا پیغمبر خودی او ازم یا پیغمبر خودی طبعا او حدیث پیغمبری نصی ویجی امی یعنی ودگیرن اینا پیغمبری اف اخفتنا گوتی گوتی اذا فاذا ضیعت الامانة فانتظر الساعة هكر أمانة نما ضيعة يعني هات هنداكرني أمانة نما وتهنجي شبكة هنجي بزانة قيامة دي الرابط الهيفيا قيامته با علامتك كنيزيكا يعني قيامته طبعا في حديثة في قابل سر واقع ما تطبيقت بتن تماما يتطبيقت بتن برخوني قيلة مسؤوليات وزارتك عن جامعك عن جهك علمية تشتكي مهمة يا خلكي مروفك يلسر في وزارتي مصلحة خلكي بريفت بتن وأف مروفا دي بري خدي نشوان أنا أو بكير بيت أو شول بيتشيبن أو شول تخلكي بريفت أو مصلحة خلكي بريفت أو هاو جيد خلكي يعني بو بكتن أبدا شوانا أبدا نيهاتي جي قرتني نشوانا نش مروفت كير هاتي يهاتي جي كرنش مروفت نكير هاتي أفا أمانة نما وطبعا مسؤوليتها وي نل خما خلقيه كو خشولت خلقي بريفابتن وانما جريدان وي مظني فيا كرئيسة كمظنة كاتشتشتا يب ويفا جريدايا وظلام وي يب مصلحة وي شولت كتن اجبر هندي اخفتنا بيغنبري صلاة خذ السربن كان جدي قيامة رابطن اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة
هكر شول هاتن پال داني بو هندم مروفت نهجي كرنهاتي بيشي نبي اتفاشل باشا بابوشي اف مروف فاشل يعني دي ويدين الجهوي افاي فاشل هات كرنهاتا بس بكر مظني تيت بكر رئيسي تيت بكر يعني كار يعني افي افي او ديناير بكر ويتت ومصلحتاوي وشولش خلقينينا افجع عقوبة بو خلقي وكي عالمش الريكا خودي دركت وعالمي يعني ريك رب العالمين هيلا وبدي فندك شيطانة انس الجنة كتن اف شيطانة انس الجنة دي هو عالم بريفا بن بشتي رب العالم بشتن جزائي وأفيا وتنازلش كرامته خو دينه خو وقي قدر قيمته خو كير وخش كان هند مروفت يتشنا يتبيش نبي يتفاشل يتخرب يتظالم يتبي أمان بي وجدان هين تأيدوان كن دي هر فيجابخون كان اف مروفت دي شئين انسريوا حديثة يعني علامات دمائك جي ام في خلاكي بي دمائك بينين او علامات پیغمبر بي صلاة خود سربن دي هند جنك در كفن اب جلكن جلك البر بس يترويسن ظهور نسائي كاسيات عاريات جنك دي در كفت لباسة كالبر تنشي بجاف جنك الرئيسة وتنشي بجاف جنك بلباسة طبعا الفيريش علامات قيامات اوية معناوي دي جالك سفوري سركولي بجلكي بي سرو بر بو جنكا دي جالك بايدابتن سفوريات دي بتشتكي يعني عام وعال جنك دي دركفن بلباسكي بجا لباسي بيغمبري قوتي صلاة خود السربن او يا قوتي بجلكن بس بجلكن بجا الفيري اف وصفة في قوي تماما مطابقة بتن يعني جلكي جنكي بوشي جنك دي جلكي كد برخوا بوشي ظلام دي جلكي كد برخوا دا بيت ستارة كرني دا لشيوي بيت وشارتني هكا لش نهاد وشارتني لباس بوشيه بو فشارتنا لشيه هكر نهاد فشارتني معنوي افانا لباسة وبيغمبر بالصلاة خود السربن ابجلكن بس يترسن بيغمبر حديثة بالصلاة خود السربن معنوي او جلك البرجنكا او جلك افانا يكو جهي فطني جهي خرابية جهي فشارتني تيتن يعني اشكرا كرني حديثة بيغمبر بالصلاة خود السربن صنفان من امتي من اهل النار لم اراهما دو صنفش امتا مش اهلي اوغرينا ومناديتنا يعني امتا بيغمبرينا وخلك يت اوغرينا ديشن اوغري جهنم وبيغمبر بش مناديتنا معناوي بش دي بيغمبر دي ان صلاة خد السربن ايك شوانا وكي في قافي ما قوتي قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس قوتي هند ظلام هند دار الدستيدا وكي درجه يوانا وستيراتيا وكي كوريا تشيلان وعالم بيت قطن ظالما عالم بيت قطن أفا صنفك جفان ظلاما أف ظلامتها إش أمتا محمدين ديشن جهنم بشهدك يا بيغمبري خده صلاة خد السربن يا دي بيش ونساء بيغمبر بصلاة خد السربن هند جنكن نساء كاسيات كاسي يعني كسوة بيشتن يبجلكن جلكت كيرن برخوا بس عاريات يترسن نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات مميلات الفيري مائلات شيا يعني شريكة خدي دركة نجنكت يتخدان دين وأخلاق ومروف زادت أفاياش خدي ترصد وقهداريا خدي تكت شكو أواش خدي بترصد في لباسي ناكت برخوا مميلات يعني بخب خد سردا شوينة بخب خب بأخلاق بخب خب بروشتن بخب خب تششتين شهمي باشية وغيري خجي ولدكن شوليوان أفايا نساء كاسيات بجلكن عاريات يترسن مميلات سرداتشوينت بأخلاق مائلات عالمج السردات بن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة سريوانا وكي بشتا حشتري أفاهاتي چماندني طبعا بشتا حشتري أو همي قوش يعني بزا والويري خزنت كتو وقت زادت خطو حشتر قلوبتن يعني الويري خزنت كتن زادي الويري دهني الويري خزنت كتن او يا بلند بشتاوي قواف حشتره ضعيف بي او بشتاوي او بلند يعني وكي سريت شي او تشت بشكيت تخاري يعني خهرت بتن بشتن عينا سري فون جنكا سري وانا يعني بجاكا برجا سري خوصا تشيكرا مود تشتك اي خستي ولكري وكي برج يعني بشتا سري حشت بشتا حشتري او عرض بلند بجا بشكي هاتي خاري رؤوسهن سريفان جنكا كأسنمة البخت المائلة وكي بشتا حشترين أفاهات أفاها ماندي لا يدخلن الجنة بيغمبري قلت أفا أف جنكا ناشن بحشتي ولا يجدن ريحها بهنا بحشتي جي أبدا نزكي فان جنكا نابد
وإن ريحها لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا بهنا بحشتجي هندا هندا تشتن هندا هندا بيغمبري حديثة كذا بس الله بتخذ السربن بين صد صالة مروف ديري بحشتبت بهنا بحشتدي اتمروفي معناه أفصل في ظلامة وأفت جنكا أفت أفت صفات توانا بين صد صالة جي دي ديري بحشت رب العالمين بت بهن جناشته طبعا الفيري وقتها بيغمبري قد الصلاة بتخذ السربن يعني جنكيت باللباسن بس يتريسن بس يتشار تفسيرات أمشين لبدن إيك شوانا لباس لازمة شوابت لشي هم يبقرتن لباس يوانا يكرتا لشي وانا هم يناقرتن دستن بينا يعني سرا أفا همي يعني نا إدقرتني أفا تفسيرك يعني أفا جنكيت جن لباس البر بس لشي وي همي ناقرتا أفا إيك شيد بتن لباس يعني لش هم يقرتي بس لباسك هندي رهنة هندي يعني وصنا كل شيء بنفى ديارت كتن كنت تشي بجي أبا جلكا بس نجلكا جلكا هاتي دا بارستنا لشي بكت دا لش ديار نبتن دا جهة فتنة وفساد وخرابيجة شبت بيت فشارتني بشتي أب جنكا لباس البر لباسي وي رهنة طبعا أف لباسجي أبايا كو بيغمري قوتي صلاة خد السلام جلكا ويا بي جلكا چنكو لشي ديارة شد بتن يه دريجة وشد بتن يستيرا جي لجي ديار ناكت بس يطنجا طنجيا يا لباس الجنكي جي ديسا افجي اف علامة صار تطبيق بت اف لباس الجنكي كو ديار بكتن جهي كو فتنة وخرابي جي تشد بتن يطنج بتن افا دستو افا سينجو افا بيو افا يعني ديار بتن افجي تطبيق بسر حديثة بيغمبري صلاة خذ السربن لباس البر بس اف لشي في نهات افا شرطني افا ديساش علامة يتمظن يعني علامتكو بيغمبري قوتي الصلاة خذ السربن أمي فيش رب العالمين كن رب العالمين بري مبدي الدين ما رب العالمين أخلاق ما درز بكتن ورب العالمين ويبرسق ما بكتن ياكو أو بيرازي بتن وما بهيلة ساخ سر هندي وما بمرينة سر هندي وحشر ملقى الأهل إيماني وباشي بيت كرني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.